غزة لا تقوى على التنفس، كورونا تتربص بسكانها في كل زاوية في القطاع، أكثر من 10,000 إصابة نشطة، منها 147 في حالة الخطر الشديد، و350 حالة تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفيات التي توقفت عن إجراء المسحات الخاصة بكورونا بعد إعلان وزارة الصحة عن توقف المختبر المركزي الوحيد عن العمل جراء نفاذ مواد الفحص المخبرية. هذا الانتهاء من المواد إنما سببه هو رفعنا لقوائم عديدة إلى منظمة الصحة العالمية وإلى وزارة الصحة في رام الله وإلى كافة الداعمين للقطاع الصحي ومنذ فترة، لكن حقيقة لم نجد آذانا صاغية بتوفير هذه المواد. حاليا الإصابات داخل المجتمع قد تزيد، لا نستطيع في وزارة الصحة تقدير أعداد المصابين. داخل المختبر المركزي الوحيد الخاص بإجراء فحوصات كورونا في قطاع غزة كان يجرى يوميا فحص ما يقارب 3,000 مسحة، واليوم لن يتمكن من تشخيص الحالات المصابة، وهو ما سينعكس سلبا على تحديد الحالة الوبائية للجائحة في غزة. تقع مسؤولية توفير الاحتياجات الطبية لسكان قطاع غزة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لقطاع غزة، والمجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل توفير كافة الاحتياجات الأساسية وفك الحصار المفروض على قطاع غزة. مساحة القطاع الصغيرة والبالغة 360 كيلو مترا مربعا بتعداد سكان كبير يتجاوز 2,000,000 نسمة ساعد على وصول الوباء لمنح خطير. رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة، إلا أن نسبة كبيرة من السكان لا يلتزمون بإجراءات السلامة الوقائية، وهو ما ينذر بكارثة صحية سيفاقمها الحصار الإسرائيلي. بفنسليم الغد، غزة فلسطين.